حلقة جديدة من حكاية خير للأعمال الخيرية الكويتية. اليوم احنا في دار البخاري، وهذه الدار تعلم هذا الطالب اللغة العربية وتهتم باللغة العربية. كلنا يعرف أن اللغة العربية عند إخواننا الأعاجم صعبة جدا، لكن بالمتابعة وكثرة الدروس لهؤلاء الطلبة يتعلمون ما شاء الله اللغة العربية. واللغة العربية توصل الطالب لتعلم الشريعة الإسلامية. نحب الاحترام والثقة والاهتمام ببعضنا البعض، ونعرف كيف نعترف بالأخطاء ونعتذر، ونعرف ونفرح ونقدر كل يوم نقضيه معا نحن السعداء. شكرا لكم لمنحكم هذه السعادة، وأشكر والدنا عزيز محمد شيا لأنكم تعطون لنا قوة وسرورا. نحبكم في الله ونحن نشتاق إليكم كثيرا. نسأل الله المغفرة والصحة والعافية والسلامة. وفقكم الله بجهودكم، أسعدكم الله كما أسعدنا. شكرا، بارك الله فيكم. وهذه المدرسة من المدارس التي نتفقدها طوال السنوات الماضية، لأنها حريصة على تعلم اللغة العربية، واليوم الطالب محتاج لهذه اللغة ليفقه ويتعلم كيف يتكلم اللغة العربية. كلنا يعرف أخواني وأخواتي أنها تعلم لغة القرآن، وتعلم حفظ القرآن، وتعلم قراءة القرآن للطالب. وهذه غايتنا من اللغة العربية، أن الإنسان يتعلم ويتخلق بالقرآن الكريم. فاليوم هذه المدرسة من المدارس التي لها باع طويل في هذا العلم، علم اللغة العربية. عندنا اليوم طالب من الطلبة اللي درسوا داخل هذه المدرسة وأنهى دراسة الثانوية العامة، واليوم بفضل الله عز وجل ثم فضل هذه المدرسة والمحسنين الكرام الكافلين، اليوم يدرس في الجامعة وفي تخصص حقوق. الحمد لله، أنا تعلمت اللغة العربية وهي سبب لحفظ كتاب الله. أنا حفظت القرآن الكريم كاملا و40 حديثا من النبوي. حاليا أدرس في جامعة القانون في تخصص شريعة وقانون. الله 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 الله، ما لنا مولا سوى الله، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. الله 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 الله، ما لنا مولا سوى الله، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. إن جبرتم كسر قلب أنتم أهل الزمام، أو هجرتم يا حبيبي فعلى الدنيا سلامي. الله 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 الله، ما لنا مولا سوى الله، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. في ربيع كرم الله وأتى النصر من الله، يا له شهر عظيم وكريم كرم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا،
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كنا معاكم في دار أيتام البخاري واللي تقع في قرية أكتيابر، وهذه الدار تعلم اللغة العربية وحفظ كتاب الله الكريم، وهذه الدار من ضمن الدور اللي نشرف عليها داخل هذه الجمهورية، جمهورية قرقزستان. تابعونا في حلقة جديدة من حلقات حكاية خير.